هنطلع فاصل، لكن دلوقتي معانا الأول تقرير عن انطلاق أكبر مؤتمر طبي لاقتصاديات الصحة، لأن شهدت القاهرة انطلاق أكبر مؤتمر طبي لاقتصاديات الصحة والدواء، أطلقته شركة HTA Office، وده بيجي تماشيا مع خطة 2030 اللي طبعا أطلقتها الدولة المصرية لتحسين المخرجات العلاجية للمواطنين. أكيد الهدف الأهم فيها هو تحقيق منظومة التأمين الشامل الصحي بشكل فعال علشان يشمل جميع محافظات مصر. كاميرا ست الستات طبعا كانت هناك، ورجعنا بالتغطية الخاصة دي في التقرير اللي جاي، نتابعه ونرجع تاني. اهتمامي الأكبر كمجلس هو الحصول على أكبر فائدة بأقل سعر، ودي مش بس اهتمامي أنا كأمين مجلس، لكن أعتقد هو نفس الاهتمام اللي موجود عند هيئة التأمين الصحي الشامل، اللي موجود عند هيئة الشراء، اللي موجود عند منظومة الدواء. إزاي نحصل على the best value be the best price. النهارده يعني اجتماع مختلف، النهارده احنا بنتكلم على هاو تو، يعني ازاي نقدر نحسن مخرجات المريض، او ازاي نقدر يعني زي ما بنتكلم كده ونقول المخرجات العلاجيه للمريض. مخرجات العلاجيه للمريض هنا يعني دايما يعني في الاخر بيبقى النتيجه بتاعتها ان يبقى في توفير في الاقتصاديات والامور الماليه بشكل كامل يعني. فطبعا مهم جدا ان احنا نبتدي نسبريد الاويرنس، او زي ما بنقول كده يعني ننشر الوعي على علم اقتصاديات الصحة، لأنه علم مهم جدا ودلوقتي بقى أداة لكل الحكومات يعني بره في العالم كله، اللي يبتدوا يستخدموا الأداة دي علشان يقدروا يحسنوا صناعة القرار، ويبقى فيه نوع من التطوير الكامل والشامل واللي في الآخر بيعود على المواطن. يعني التأمين الصحي الشامل ده أمل المصريين في مصر، يمكن أنا قلت في الجلسة إن ده الأمل بتاع الشعب المصري في تلقي العلاج والخدمة الصحية الجيدة اللي فيها التنافس اللي بتعود على المريض المصري. والتأمين الصحي القديم كان بيخدم حوالي 58 مليون مصري، إنما التأمين الصحي الشامل هيخدم كل المصريين. مصر دلوقتي بتشهد تطوير للقطاع الصحي بكافة مستوياته، وجود هيئات جديدة موجودة كلها عايزة تخدم المرضى بطريقة أفضل، هيئة الدواء المصرية، هيئة الشراء الموحد، وزارة الصحة، التأمين الصحي الشامل كله بيتكاتف علشان نخدم المريض بشكل أفضل. نوفارتس من الشركات اللي بتهتم بالإنوفيشن، يعني تقديم أدوية حديثة جدا بتعالج بعض الأمراض اللي هي ملهاش علاج دلوقتي او ليها علاجات، ولكن العلاجات ما بتوصلش للمريض للوقاية الكاملة منها. من غير رقمنة ومن غير تحول رقمي، البيانات بتاعت المرض والمرضى ما بتبقاش متواجدة كلها في مكان واحد عشان نقدر ندي علاج صح، وبالتالي العلاج بيبقى يعتبر مرقوص. مش بس كده، انا ما عنديش رقمنة باسلوب شامل وعندي معلومات والبيانات جيدة، مش هقدر اخد قرار سليم.